بيقول لك ايه؟ الثانوية الإعدادية الفارابي مديرية طنجة أصيلة على موعد مع الاستحقاق الوطني لنيل شهادة البكالوريا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها المغرب والعالم قاطبة. إذا هذا المركز المتواضع يحتضن هذه السنة الرسميين المترشحين الرسميين والمترشحين الأحرار. إذا كنا الأمس ابتدأنا مع الرسميين المترشحين الأحرار لنيل شهادة الامتحان الجهوي يوم 1 و2 يوليوز، وغدا وبعد غد الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا أحرار كذلك مسلك العلوم الإنسانية. يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء سنكون على موعد مع امتحان البكالوريا للمتمدرسين مسلك العلوم الفيزيائيه. اذا كما قلت سابقا، اذا هذا العام عام استثنائي من حيث اتخاذ جميع التدابير الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا واجتياز الامتحان في جو هادئ ومطمئن. اذا نحن اليوم قلت كما قلت في اليوم الثاني من هذا الاستحقاق، كان الامس يعني يوما عاديا رائعا بكل معنى الكلمه، تم توفير كل المستلزمات للتلميذ حتى يجتاز هذا الاستحقاق في جو هادئ ومطمئن. تم توفير جميع المستلزمات كما قلت من الماء، من المناديل، من تعقيم الأرجل، من تعقيم الأيدي، من الدعم المعنوي للتلميذ. ولا أدل على ذلك هي نسبة الغياب، نسبة الغياب لم تكن ذات بال مقارنة مع الأيام حتى السنوات العادية. يعني هذه السنة يعني لم تكن نسبة الغياب تتعدى 20% بينما بالنسبة للمتمدرسين الأحرار في حين في السنوات الماضية كانت أكثر. والدليل على ان الناس يعني المتمدرسين يعني يجتازون هذا الاستحقاق في جو عادي. بالنظر للظروف الاستثنائيه فهذه السنه لم تكن تتعدى النسبه ديال التلاميذ او المترشحين في القسم الواحد 10 تلاميذ راعيين ناخذين بعين الاعتبار التباعد. وانتم لاحظتوا عندما صورتوا الاقسام، اذا 10 تلاميذ داخل القسم الواحد، ويعني هنا عندنا 15 قاعه، اذا معدل 10 تلاميذ في القسم هي 150 تلميذ وتلميذه من المترشحين الاحرار.